وتوجيهات اخي سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه. بسم الله على البركه ايها الاخوه، هناك ينطلق صوت لنا الاول من قبل اللجنه العليا المنظمه لهذا الانطلاق. شكرا لنادي دبي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة على هذا الاهتمام وعلى هذا الجهد المبذول، والجميع العاملين والتابعين دائما لنادي دبي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة شكر موصول للمكتب الإعلامي التابع لنادي دبي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. يا سلام، شوط الإبكار المحليات، شوط الإبكار الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ، ونتمنى إن شاء الله التوفيق. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للإخوة المشاركين في هذا الانطلاق في هذه الجولة الأولى، ونحن دائما نذهب ونسير هناك إلى المركز الأول لنتعرف. ما شاء الله يا أمواج لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم محمد بن يمعة بالدبيلة، النقلة هناك على اللي في المركز الثاني. اللي في المركز الثاني بنقول الشكلة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد ال مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، هو ثالثا الشكلة أيضا هناك لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد ال مكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الرابع اللي هي قيروان لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم وأحمد بن علي بن عامر العويسي، وفي المركز الخامس البادية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. نقلتنا على المركز السادس احتلال وسابع المراكز صدى سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. ما شاء الله من يأتي في عملية تضمير. نقلتنا على المركز الثامن بن صوغان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز العاشر الشاهينية من هجن الدشبة سالم بن سعيد. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام بالوفاء والتمام، ونتمنى إن شاء الله التوفيق. النداء الأول للعشرة المراكز الأولى للكواكب اثنين كيلومترات قطعناها، والمتبقي اثنين من عمر هذا الشوط أيها الإخوة. نتمنى إن شاء الله دائما التوفيق، نتمنى في هذه المسيرة العطاء ودعم أصحاب السمو الشيوخ. نذهب بصدارة الشوط. أمواج 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 في المركز الأول، من تسيطر على مقدمة هذا الشوط بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه، أحد الخبراء في هذا العالم الرياضي الساحر محمد بن يمعة بالدبيلة. الله يا البادية، هناك من الجانب الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد، وفي المركز الثالث صدى لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي، ورابعا الشكله سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوه. ووصل الشاعر المميز، ما شاء الله من يقدم القيروان هنا بشعار سمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم واحمد بن علي بن عامر العويسي. يا سلام، واول ندى للمسك سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم واحمد بن سلطان بن رشيد على سادس المراكز. وسابعا هنا من تاتي ايها الاخوه احتلال سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي. نكتفي ايها الاخوه، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا العنوان. وأمواج مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم أينما كنتم، هي المسيطرة على المركز الأول، هي الصامدة على مقدمة الشوط، والبادية هناك من الجانب الثاني، ثالث المراكز، المركز الثالث المسك،
كلهن لسمو الشيخ عمدان بن راشد المكتوم واحد شباب الجميرة احمد بن سلطان بن رشيد السويدي يلا يا ابو سلطان ايضا وصلت القيروان ثالث المراكز تنتقل سمو الشيخ زايد بن مرة المكتوم واحمد بن علي بن عامر العويسي ولكن الله يا صدى اسمع صدى صوتك مع ضجة الناس مع ضجة المركضة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرض الحميري نكتفي ايها الاخوة هكذا كانت النتيجة هكذا كانت النتيجة الله الله يا البادية والمسك وهنا ايها الاخوة ومن تأتي ايضا 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 لكي تنتقل مع صدى تبغي المركز الاول الشاهينية هنا ثالثا ليه جنين الدشبة سالم بن سعيد في عملية تضميرها ولكن على ما ظن الشوط الشوط مع المسك الشوط مع المسك ولا صدى الشوط مع المسك ولا صدى المسك ولا صدى تهانينا والناموس الى اين ايها الاخوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم شكرا يا احمد يا بن سلطان يا بن رشيد صدى لسمو الشيخ راشد حمدان بن راشد المكتوم المركز الثالث شاهيني من هجنة الشبه المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي هي البادي وفي المركز الخامس القيروان سمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة للمراكز عليها عليكم بالهو التمام 6 دقائق 10 ثواني 44 جزم الثاني تهانينا والناموس